مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي قناة المحور، فقرة جديدة من برنامجكم الطبيب. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا وسلسلة حلقاتنا عن مشاكل السمنة وازاي نقدر نتخلص من السمنة بطريقة سهلة وبسيطة، واهم حاجة انها تكون امان. طبعا اتكلمنا مع ناس كتير، اتكلمنا مع الاسئلة اللي كانت بتتبعت لنا، جاوبنا عليها وعرفنا من الناس عملوا ايه وازاي قدروا يخسوا في فترات قليلة، يمكن في شهر يا رنا خسوا من 7 ل 10 كيلو. ده بتبقى طبعا رقم جميل جدا. ويمكن مشاهدينا احنا هنتكلم النهارده وهنجاوب على الاسئله الخاصه بالناس اللي دايما بيفقدوا الامل، اللي بيتبعوا نظام غذائي معين او رجيم معين وبعد مثلا اسبوعين او حاجه، لا انا ما نزلتش حاجه فخلاص مش هكمل، ويبتدي ان هو يزيد اكتر واكتر. لا، احنا بنقول لهم احنا بنجدد الامل عندكم النهارده، ودكتور احمد هيجاوب على كل اسئلتكم وهيقول لكم الحل السحري اللي هو هيشرحه لينا بالتفصيل النهارده. خلونا نرحب بضيفي وضيفكم دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه، وايضا عضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. اهلا بك يا دكتور. اهلا يا رنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. عامله ايه يا نور؟ الحمد لله تمام. كويسين؟ الحمد لله. الناس اللي فقدوا الامل يعني عندهم مشكلة ان هم يتبعوا النظام الغذائي اسبوع واتنين زي ما انا قلت، وفي الاخر انا مش مكمل، انا خلاص هتخن ويلا بقى اللي يحصل. تمام. هي الفكرة كلها ان انت هتفقد الامل ليه؟ وبعدين انت لو فقدت الامل انت خسرت الناس ايه؟ انت اللي خسرت. يعني انت اللي استسلمت لمشاكلك، واستسلمت لمشاكل السمنة، واستسلمت لوزنك والامراض والعزلة الاجتماعية. يعني نقدر نضيف الإرادة كمان مع فقدان الأمل. طبعا طبعا. الفكرة كلها إن مفيش حاجة اسمها كده. هو ليه بيفقد الأمل؟ فقدان الأمل أساسه هو إن إحنا بنحط لنفسنا يعني توقعات مبالغ فيها وما نوصل لهاش فنفشل. زي ما أنت قلتوا كلام، أنت قلتي كلام جميل، من 7 ل 10 كيلو في الشهر، وقلتي ده رقم حلو قوي. على فكرة قبل كده ما كانش رقم حلو قوي. كانت الناس بتتخيل إن هو عايز حاجة تنزله 25 كيلو في الشهر. طب عايز كل يوم يخس كيلو، ده ممكن تعمله. بس امتنع بقى عن الاكل وامشي على رجيمات كيميائيه، وهي تنزل من الكتله العضليه. هنا انت ما بتنزلش من الدهون، احنا عاوزين ننزل من الدهون اللي مبوظه شكلنا، ومع الاحتفاظ بكتلتنا العضليه زي ما هي وبجسمنا وصحتنا. النزول اللي هو الكيلوات الكتير المبالغ فيها دي ما تفرحش بيها، هو ده نزول من الكتله العضليه. تلاقي الناس ماشيه عامله كده، عامله كده. انا جات لي بنت قعدت شهرين بتاكل زبادي. يا نهار، اقسم بالله شهرين بتاكل زبادي. فده مش دي مش ريجيمات. حط لنفسك رقم معتدل، حط لنفسك مده انت 120 130 كيلو فيها ايه، وعندك 30 سنه مثلا، وما يبصش في الميزان كل يوم. يا ما تبصش الميزان، بتشوفه كل اسبوع وثبت نوع الميزان اللي انت بتقيس عليه. طيب يبقى انت عايز مثلا حوالي 4 شهور 5 شهور. يا اخي 4 5 شهور يا رنا على حياتك، وانت اصلا اصرفت في 30 سنه وتشتري عمرك اللي جاي كله، ده رقم مش حاجه يعني، مش حاجه. فبالتالي مفيش فقدان الامل. انت في رحله انقاص الوزن، هي رحله فيها ايام حلوه قوي، وفيها ايام الى حد ما محبطه، وفيها ايام بتنزل فيها حلو، وفيها ايام بتنزل فيها نص ونص. المهم اجمالا انت في الشهر عملت ايه. حط قانون لنفسك، حط جدول زمني لنفسك، قيم نفسك كل شهر، هتلاقي نفسك الامور طيب كويسه. طيب اللي مش قادر بقى يتحكم ويحط نفسه ويحط قانون لنفسه ويعمل كل الكلام الجميل اللي انت قلته ده، الالياف تنفعه؟ طبعا. الفكره كلها طبعا ان الالياف بتساعد الى حد كبير جدا الناس اللي عندها احباط. هنا دورها كله في ان انت ما تحبطيش الناس، يعني ان انت تقدري. الاحباط بيجي لهم من فكره الحرمان. فانت لو قفلتي فكره الجوع عنده وان انت خليتيه يشبع الى حد ما، فهيبقى ما عندوش فكره الحرمان او الضيق اللي ممكن يخليه يسيب الدايت بشكل سريع. الالياف حاجه طبيعيه، ميزتها الكبيره جدا ان هي احنا بنحاول ان احنا نرجع الامور الى اصلها، بنحاول نرجع المعده الى ما كانت عليه. احنا ربنا خلقنا معدتنا صغيره بتاخد كميات اكل معتدله، احنا كبرناها نتيجه كميات الاكل الكبيره. فبالتالي الالياف هي حاجه بتملى المعده. انا دايما احب اوري الناس هي بتملى المعده ازاي، عشان برضو في ناس بتطلبها وفي نفس الوقت ما بتعرفش تستخدم ازاي الاستخدام الصحيح، لان انت لو ما استخدمتهاش صح مش هتملى بالشكل اللي احنا عايزينه. زي ما احنا بنوري دايما ان احنا بنجيب كوبايتين اتنين. الكوبايتين اتنين دول بالنسبه لنا دايما، عايزك تتخيلي او عايز الساده المشاهدين يتخيلوا ان دي معدتين. الاولانيه فيها طبقه زيتيه من فوق ليها سمك معين في البدايه، احنا بنحط الالياف عليها. وجود الالياف على الطبقه الزيتيه دي عاوزين نوريكم ازاي هي يعني بتكون بتحوط الطبقه الدهنيه او تحتوي حلوه تحتوي الطبقه الدهنيه، وبالتالي بتنزل معاها بدون امتصاص.
اما الكوبايه الثانيه بيكون فيها ميه، الالياف بنقلبها. لما بنقلب الالياف بالميه هي ليها قدره كبيره على امتصاص الميه. انت عايزه حاجه تحطيها في المعده، لما تحطي عليها ميه او حاجه تبدا تكون مركب، المركب ده بيكون صلب فيقعد في المعده. هنا انت وصلتي لدرجه الاشباع. هنا انت حطيتي مركب صلب في المعده لا يمتص وما ينزلش في الاخراج لمده 10 15 ساعه. زي ما انت شايفه احنا بنقلبها كده، بنقلبها بس مده حوالي 5 ثواني ل 10 ثواني. بيبتدي هي وانت بتقلبيها نفسها تلاقي قوامها بقى سميك. بنقلبها وبعدين بناكلها زي الزبادي او بالجيلي، ونقوم وراها على طول كوبايتين ميه عشان تكبر اكتر فتملى المعده. زي ما احنا شايفين هي خدت شكل الكوبايه، هي ما خدتش جنب ولا حاجه، هي خدت شكل الكوبايه. المعلقه، شوفي المعلقه ما بتنزلش، ده بنوريكي بيه ان هي حاجه صلبه، حاجه جوه المعده هتقف شويه، متماسكه هتقف شويه. هنا بناكلها زي ما انت شايفه بيكون قوامها كده زي الزبادي او الجيلي، بناكلها ونشرب وراها كوبايتين الميه. اما المعده الثانيه زي ما احنا بنقول او الكوبايه الثانيه دي، الطبقه الزيتيه اللي فوق بنحط عليها الالياف. الالياف بتلف حوالين الطبقه الزيتيه دي وتنزل زي ما انت شايفه، بتبتدي تنزل زي ما انت شايفه كده على الاخراج بدون امتصاص، فبالتالي ما بتخليش الدهون تدخل الجسم. زي ما انا بقول لكم دايما، هي الفكره كلها فكره محاوله. الالياف ما هيش ماده كيميائيه. الالياف حاجه بتحاول تخليك تشعر بالراحه النفسيه اثناء انقاص الوزن، وبتخليك تتخطى المرحله الاولانيه بتاعت النهم للاكل. احنا كتير جدا جدا، او يمكن كتير، الناس كلها بقت تشتغل النهارده بترجع بيوتها متاخر الساعه 5 و6. يقول لك انا برجع الساعه 5 و6 اتغدى واقعد شويه، ابدا من الساعه 7 عايز اجيب اللي في الثلاجه كله طبعا. نظرا لارهاق اليوم كله كده. طبعا ده بنقدر، دول بنستخدمها بتبقى كويسه جدا معاهم. في وسواس بيبقى قاعد جنب التلفزيون طبعا طبعا، بتقوم طبعاً تجيب حاجه من الثلاجه. هو ده يعني ده مشكله عند الناس كلها، رفيع وتخين على فكره. بالظبط كده، احنا عاوزين ده نقدر نتحكم فيه، لان كمان دي مشكله اكبر يا نور، انه طول النهار ما اكلش، فطول النهار ما حفزش الحرق، تحفيز الحرق بيتم طول النهار، فعاوز يعوض اليوم كله. من اول ما بتصحى من النوم انت بتاسس لجسمك. جسمك مش عشوائي كده، هو مش محطوط كده تحط له الاكل في اي وقت وهيحرقه. لا لا، لو ما احترمتوش وتعاملت معاه على احترامك وهيزيد. بالظبط، وهيزيد. حتى في ناس تيجي تقول لك انا طول النهار انا بتخن منين يا دكتور؟ ده انا بنزل اشرب كوبايه النسكافيه وانزل على الشغل بسرعه وارجع اخد بالليل وجبه واحده وخلاص. وجبة. طب انا بتخن، انت عارف ان دول اكتر ناس بتتخن؟ دول فوق ال 100 كيلو على طول. جسمك لازم تاسس له من اول النهار، انت لازم وجبه الفطار الصبح اول ما بتقوم من النوم بتشتغل، بتاسس ليه الحرق بتاعك، لان زي العربيه الصبح انت بتسخنيها فبتبتدي تشتغل. وتاكل طول اليوم اكلات خفيفه كده صغيره صحيه بقى، مش شوكليت، مش باتيهات، مش حاجات اللي فيها السمنه. بتلاقيهم في الشغل يفطر وبعدين يقول لك في الساعه واحدة كده كوبايه شاي بلبن وحتتين باتيه مثلا، او قطعتين باتيه. ده طبعا مش عارف، قطعه الباتيه فيها 800 سعر حراري، بيتسلى بالظبط. لكن احنا بنتكلم على الحاجات اللي تديك صحه، ان انت تعتمد بقى على الخضار والفاكهه. خضار فاكهه، عايزين نرجع يا رنا ثقافه اللانش بوكس يكون معاك. يكون معاك في شغلك، ايه المشكله؟ شنطتك معاك ومعاك فاكهه معاك. والله انا بقعد اقول لاصحابي كده، انا ما انا باكل منك الاكل بتاعك، فده بيبقى طبعا بيبقى حلو جدا، بيبقى. طب انا لازم اجي معاكوا علشان انا يعني انا اللي بعمل لانش بوكس، حد بيعمل لي. نخلص الحلقه ونفتح شنطه رنا نشوف ايه. طيب احنا معانا صفاء على التليفون علشان نعرف منها يا ترى هي عملت ايه وازاي خسرت الوزن الزياده اللي كان عندها. الو يا صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. شكرا والله على الموضوع المنتج دوت. شكرا، ربنا يخليكي. قولي لي بقى، خسيتي على الالياف الطبيعيه كام كيلو؟ اول مره خسيت في حدود 3، بعد كده وقفت شويه، وبعدين بدات انزل بقى شويه بس ببطء حبه عشان انا باخد علاجات كتير. تمام. بس انا كنت عايزه استفهم من الدكتور في حاجه بعد اذنك يعني. اتفضلي تحت امرك. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين قوي يا دكتور. ازيك يا مدام صفاء؟ ازاي صحتك؟ ازاي صحة حضرتك يا دكتور؟ انا كويس والله الحمد لله، طول ما انت كويس. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. الف صحه وسلامه. بألف خير. اتفضلي. ربنا يخليك يا دكتور، فضلك الله. كنت عايزه استفهم من حضرتك في المنتج اللي هيجي معاه المره الجايه. كان حد من البنات قال لي ان في حاجه هنديها لك. احنا بالظبط، احنا اضفنا. أيوة. اضفنا للالياف. أيوة. حاجه هتشعركم. أيوة. بالشبع اكتر، وتخليكوا اثناء انقاص الوزن اللي هي جنين القمح، اثناء. أيوة. انقاص الوزن ما تشعروش ان انتوا اللي بيجي يشتكي ده انا شعري اتاثر، ده انا جلدي ما بقاش فيه نضاره. جنين القمح هيعوض النقطه دي،
في ناس كتير أيوة. بتبعت لنا يا مدام صلاح تقول لنا احنا انتوا ادونا الالياف اكلونا بقى كمان الجنين القمح بالظبط، احنا مش عاوزين، احنا عايزين يعني كل حاجه بحيث ان احنا ما نضعفش يعني، تبقى كل حاجه مظبوطه. جنين القمح مليان مضادات اكسده، بيوصل أيوة. لحاله من الاشباع عاليه جدا، بينشط التمثيل أيوة. الغذائي والحرق. احنا بناخده أيوة. على كوبايه زبادي الصبح وبالليل، تمام. يعني ممكن أيوة. تبقى دي وجبه الفطار، يعني كوبايه الزبادي مع معلقتين جنين قمح خلاص، والعشاء نفس الفكره. وممكن ناخد جنين القمح كسناكس ما بين الوجبات، توصلك برضو لدرجه كبيره جدا من الاشباع، وبالنسبه أيوة. لك كعلاجات كتير وادويه كتير هتساعدك الى حد كبير جدا انك تتخلصي من الوزن الزايد بتاعك ان شاء الله. ما نتحرمش من حضرتك يا دكتور. ولا يحرمني منك والله، ربنا يخليك لينا. حضرتك بتفيدنا انا بستنى البرنامج اول باول، لاني بستفيد من حاجات كتير من حضرتك بتقولها. انا شاكر جدا يا مدام صفاء. لا والله احنا اللي متشكرين. اه والله يا دكتور، ربنا يخليك. انا بحلف بالله ربنا يعلم. سؤال اخير بس، قد ايه كنت عايز اسالك سؤال اخير، كان في اي حاجه بتعاني منها او كنت بتتعبي او عندك امراض مصاحبه للسمنه ولا ما كانش فيه؟ لا، هو انا عندي امراض اساسا وباخد كورتيزون فبيزودني في السمنه، بيساعدني على السمنه. انا عندي روماتيزم مزمن وحاجات زي كده. الف سلامه على حضرتك. ربنا يعافيك. الله يسلم حضرتك. لا ان شاء الله ربنا يديك الصحه. الميه اللي بتتراكم نتيجه الكورتيزون، استخدام اشربي ميه كتير قوي عشان تقدري تنزلي ده، مع استخدام الالياف ان شاء الله توصلي لنتيجه كويسه ان شاء الله. بنشكرك يا حاجه صفاء. شكرا طيب. حاجه صفاء، نروح ناخد قصه رويده. رويده اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منورانا. ربنا يخليكي. قولي لي. ربنا يخليكي. وزنك قد ايه وبتستخدمي الالياف من امتى؟ انا كنت 99 كيلو بعد الولاده الثانيه، يعني انا جبت ياسين وبعدها بقيت 99 كيلو. طب بتستخدمي الالياف من امتى؟ ايه؟ بتستخدمي الالياف من امتى؟ من اواخر شهر 5. تمام، ونزلتي قد ايه بقى في الفتره دي؟ يعني تقريبا 10. 10 كيلو. طيب دكتور احمد طبعا 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 دي. هو رويده الرقم قليل شويه، ما اعرفش انت هل انت ملتزمه؟ لا اتفضلي. لا انا هقول لك، هو انا في الاول ما كنتش منتظمه. يعني انا ما كنتش منتظمه، لاني في الاول خدته وبعدين رجعت تاني ما قطعته، لاني كان طعمه في البدايه كان صعب، وبعد كده اما اتعودت عليه بدأت. هو في البدايه زي اي حاجه جديده عليكي ممكن تشعري شويه انك، لكن بعد استخدامه ولما تحسي كمان فكره انك بتشبعي أيوة. هتلاقي نفسك متشجعه. انا فعلا بدات، انا كنت من النوع اللي ما ابقى زهقانه وما اريش حاجه افتح الثلاجه واكل. كويس. اي راحه جايه على الثلاجه افتح الثلاجه. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه رويده انا متوقعها. ابعد عن الثلاجه، ابعد عنها تماما. تمام. يعني انا ما عادش بروح ناحيه الثلاجه دي خالص، لو هشرب بس، يعني لو حاجه كويس. يعني الضروريات. انا عايز بس اقول لك على حاجه، انا مش مهم عندي انك ما تاكليش، على قد ما مهم عندي ان جسمك يحرق. فانا متوقع، انا متوقع ان انت امتنعتي عن الاكل بدرجه كبيره. انا عايزك تاكلي الاكل بشكل منتظم، زي ما احنا بنبعت لك دايما او بننصح دايما ازاي تفطري وازاي تاكلي كل شويه، وساعدي نفسك الى حد ما ان جسمك يشتغل. هي عندي، انا عندي مشكله بس ان انا لسه والده، فحركتي قليله، ما عادش بخرج زي الاول. ربنا يخليك، ما عادش بخرج زي الاول، ما عادش بروح مشاوير. انا مش عايزك تروحي مشاوير على فكره. الاكل لوحده هو اكتر حاجه بتشجع الحرق، يعني الاكل بشكل منتظم في مواعيد منتظمه على مدار اليوم هي اكتر حاجه بتشجع الحرق. ما تقلقيش من فكره القعده في البيت، من فكره انك ما بتروحيش مشاوير. انت لما تاكلي بشكل منتظم 5 مرات في اليوم، 3 وجبات رئيسيه ووجبتين سناكس، وتشربي ميه كتير، ما تقلقيش بقى، يعني انت مش محتاجه. 92% من انقاص وزنك على ده. لا هو بامانه فعلا، انا كنت حاجه صعبه جدا، انا فعلا كرهت نفسي. كويس. هو بدا ينزلني واحده واحده من فوق لتحت بالتدريج، يعني اخذ جسمي مش منطقه معينه، مش بينزل منطقه معينه. لا الوزن كله هو من كله. بياخد الجسم من فوق لتحت، يعني واحده واحده يبدا الجسم ينزل. بالظبط. انا عايزك تستمري. يعني انا فرحانه، يعني انا كنت فعلا وصلت لمرحله يعني وحشه جدا، نفسيتي كانت تعبت جدا. لا كويس. لله الحمد لله، بجد بجد ربنا يخليكم، بجد المنتج ده بامانه إيه، هو في البدايه صعب شويه بس الحمد لله، الحمد لله ان في حاجه زي كده. يعني لدرجه ان انا كنت هوصل لمرحله العمليات بس. لا لا لا، ما انتش محتاجه، انت الرقم اللي انت قلتيه ده نفسه مش محتاجه. ما تخيلتش ان في حاجه ثانيه مقابل اللي ده فعلا. والله والله يا رويده، هو الاكل، هو انك تاكلي بشكل منتظم وتقللي كميات الاكل بتاعتك،
مع استخدام الالياف هتلاقي نفسك ده بتجيبي افضل نتائج حاجه. حلوه صح. جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله يا مدام رويده تنزلي في الوزن اكتر واكتر، بس اهم حاجه تمشي يعني في المواعيد مظبوطه بالزبط. وتنتظمي، ده اهم شيء. هتلاقي نفسها الارقام بتزيد كتير جدا. باذن الله هتلاقي الارقام بتزيد، وتلاقي باذن الله بتنزلي ال 10 كيلو دول في شهر ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا مدام رويده. شكرا مدام رويده. متهيألي كان معانا برضو اتصال تليفوني من استاذ محمود. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود ازي حضرتك؟ أنا الحمد لله الله يكرمك. الحمد أهلا لله. أهلا بيك. كنت عايز أسألك قبل ما تستخدم الألياف كان وزنك قد إيه؟ أنا كان وزني 135. 135 وحاليا؟ 105. كنت 145. 145 تمام. وحاليا؟ وصلت استخدمت الألياف بقت 135. في قد إيه؟ في قد إيه؟ يعني شهر شهر وأسبوع شهر كده يعني. 10 كيلو حلوين كويس أوي. جدا يا أستاذ محمود كويس أوي. يعني في شهر نزلت 8 كيلو، انا حسبت لنفسي في شهر نزلت 8 كيلو. قول لي ايه اللي اضافته لك الالياف عشان الساده المشاهدين يبقوا يعني ايه اللي اضافته لك، يعني انت حسيت بايه؟ ان انا كنت بحس بشبع. كويس. يعني انا باخد الالياف بحس بشبع، ما بفتكرش الاكل يعني ممكن انساه خالص. لا انا مش عايزك دي. لا انت قبل استخدام الالياف بقى كنت مثلا بتاكل في اوقات بالليل بين الوجبه والوجبه بتاكل كميه كبيره، اثناء الغداء مثلا بتاكل طبق رز كامل؟ كنت انا كنت باكل ممكن اكل الخمس وجبات في اليوم. ايوه انا عايزك، انا احنا باعتين نظام مع الالياف، انا عايزك تمشي عليه. ايوه يعني. وبعدين انا ثبتت ميعاد غدايا، انا كنت بتغدى في اي وقت، بس اتغدى بدري اتغدى متاخر، لا ثبتت ميعاد غدايا خمسه بتغدى وما بين الفطار والغدا، وما بين الفطار والغدا كل ثمره فاكهه كده ولا حاجه. ايوه لا باكل فاكهه بقى، باكل فاكهه بشرب ميه عصير الكلام ده، بلح وتين والكلام ده. جميل جميل يا استاذ محمود. 10 كيلو حلو يا استاذ محمود، وان شاء الله توصل للوزن اللي انت عايزه باذن الله. حابب تسال الدكتور على حاجه كمان يا استاذ محمود ولا كده خلاص؟ خلاص استاذ محمود هو خد القرار، خد القرار اتبسط. يعني كويس جدا يا دكتور زي ما قلت لحضرتك كده. اللي عجبني قوي منه انا ثبتت ميعاد غدايا وباخد حاجه في النص وباكل حاجه، وما بقتش عندي النهم بتاع الاكل الكبير اللي كنت قبل كده، وكنت باكل اكل كتير فبقيت اكل اكل، لما استخدمت الالياف بقيت اكل اكل قليل. هو ده دكتور ملحوظ قوي الحاله النفسيه للمتصلين، حالتهم النفسيه صوتهم بيبان عليه مبسوط قوي. انت يعني انت بسم الله ما شاء الله عليك، انت ورانا وزنكم جميل وكل حاجه، لما بتزيدوا كيلو انا شخصيا بتعب نفسيا، بتتعبوا نفسيا. فما بالكم بقى باللي بيبقى مثلا 120 كيلو والكلام ده كله، بيبقى عنده احباط، هو كاره حياته طبعا أصلاً. طبعا مهما اتكلم معاكي وقال لك ده انا مبسوط وبتاع، هم اكتر اتنين دايما معانا تليفون. لو معانا تليفون الحاج خلود. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، منورانا يا حاجه خلود. الله يبارك لك، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي بتستخدمي الالياف من امتى ونزلتي في وزنك قد ايه؟ انا بستخدمها يعني انا بقالي 3 ايام بستخدمها. 3 ايام؟ لان انا لسه جايبه المنتج الاسبوع ده. تمام. لا حس. انت هتحسي اكيد في الـ3 ايام دول في يعني الفرق في طريقه الاكل الشهية. او كميه الاكل او في التحكم في الشهيه صح؟ لا 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 ما بقتش لا ما بقتش افكر في الاكل. تمام حلوه قوي. طيب معاكي دكتور احمد لو حابه تساليه اي سؤال. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكوني بخير. الله يبارك لك يا رب. يعني انت نعم على فكره انا متابعه كل الدكاتره اللي بتختفي على التلفزيون، بس حضرتك الله يبارك لك يعني اقتنعت بيك لما جبت المنتج. حلو جدا ربنا يخليكي. انا سعيد جدا والله. انا عايز اعرف انت الـ3 ايام دول حسيتي بحاله من الشبع؟ حسيت، ولما كنت يعني لو فكرت ضحك انا باكل زبادي بالليل وعليه اللهم صل على جنين القمح. جنين القمح ممتاز خلاص. بزمع على كده فالحمد لله يعني، ولو بس باكل ثمرة واحدة بس كويس. بس هو ده 3 يوم ابتديت اقفل. احنا عايزين بقى عايزين ننتظرك شهر كده وترجعي تكلمينا. كنت لسه احنا هنتابع معاكي ونكلمك او تكلمينا ان شاء الله بعد شهر ونشوفك وصلتي في كويس وزنك جدا. قد ايه. بنشكرك حاجه نفس الفكره برضه. شعورها ان هي في 3 ايام بدات تحس بالشبع ده كويس جدا.
جميل. هو الوقت جري جدا، بس يعني الفقره دي ممتازه في ان احنا حسينا بفرحه الناس طبعًا في نزولهم في الوزن. ومشاهدينا كده وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا. كان منورنا دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، عضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه، وايضا عضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. نورتنا دكتور احمد. ربنا يخليك، متشكر جدا. ميرسي يا دكتور احمد، ميرسي لي. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.